دلوقتي وصل لحد فين المشروع بتاعك؟ هو وصل ان احنا ماسكين القاهره كلها والجيزه واسكندريه. يعني ليكوا ارض، ليكوا مكان كبير. يعني بتوردوا الحاجات لمين؟ لينا يعني فهمنا الخبايا شويه. تمام. الحاجه بعد ما بناخدها من البيت بتروح عند الارض بتاعتنا في العبور. تمام. اوكي. بتتقسم تاني عشان البلاستيك كذا نوع، والورق والكرتون انواع، والحديد برضو انواع. كل حاجه بتتحط في مكانها. بعد كده بتروح للمصنع المخصص بيها. المصانع دي طبعا مصرحه من الحكومه ان هي تعمل اعاده تدوير. والمصنع البلاستيك مثلا فور اكزامبل، لمثال يعني، في 6 اكتوبر بيصدر كل البلاستيك اللي بنوديه له بيصدره لاوروبا، فهو كمان مصرح من اوروبا. فدي يعني فكره المصانع. ميرسي يا محمد قوي، ونورتنا، والوقت عدى معاك بسرعه قوي.